سلام حتى القدس، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حتى القدس، ونتعرف معا على عناوين فقراتنا. في فلسطين قضية بعد عام على ما سمي اتفاقية أبراهام التطبيعية. القائمة المشتركة تطالب واشنطن بإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية. ما الخلفيات والخيارات؟ على طريق القدس أبطال نفق الحرية في عيون ذويهم. في فلسطين هويتي، كوشان بلدي، مبادرة توثق حق الفلسطينيين في أراضيهم، وحتى الحرية ضياء الآغا. مضى عام على ما سمي اتفاقيات أبراهام التطبيعية والمكاسب المنخفضة مقارنة بالتوقعات، هذا ما يؤكده مسؤولون وخبراء إسرائيليون. وفيما تعيد إسرائيل ترتيب العلاقة مع حليفتها واشنطن، كانت لافتة مطالبة القائمة المشتركة لواشنطن بإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية. فما الخلفيات والخيارات؟ وهنا نسأل عن الوضوح والغموض في سياسة الإدارة الأمريكية في الملف الفلسطيني، ولا سيما بعدما قاله الرئيس بايدن في الأمم المتحدة عن أن دعم إسرائيل سيظل قويا وأن حل الدولتين هو الحل الأمثل للصراع. إذن إلى أين تسير هذه الإدارة الأمريكية في معالجتها؟ وما هو سلم الأولويات بالنسبة إليها؟ قضيتنا نطرحها على ضيفنا في فلسطين قضية، رئيس القائمة المشتركة الأستاذ أيمن عودة. مساء الخير أستاذ أيمن. إذن طالبتم في المشتركة الوزير الأمريكي بلينكن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية. من أي خلفيات انطلقتم وتطرحون هذا المطلب بهذا التوقيت تحديداً؟ أهلا بالأخت وفاء وجميع المشاهدين. موقف القائمة المشتركة واضح بضرورة إنهاء الاحتلال وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. الآن بأعقاب حكومة ترامب الذي توغل بمساندة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأس ذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإلغاء القنصلية الأمريكية المخصصة للمقدسيين، فنحن بالتالي قمنا بهذا الطلب من أجل تغيير هذا الواقع، مستندين إلى عدة أمور، منها هنالك وعد انتخابي لبايدن بإعادة القنصلية، ولكن الحقيقة أن هنالك أمرين مهمين. الأمر الأول أن حكومة بنت لابيد تعمل بقوة على أمرين. الأمر الأول ما يسمى بالسلام الاقتصادي، وأنت ذكرت سنة على اتفاقية أبراهام التي هي ضمن عقلية السلام الاقتصادي. لنتذكر أنه قبل سنتين كان هنالك مؤتمر في وارسو تحدث أيضا عن السلام الاقتصادي، وسبق لذلك نتنياهو قبل عقد من الزمان عندما تحدث عن سلام اقتصادي مع الفلسطينيين. الأمر الآخر هو أن بنت مع حكومته المركبة جدا من أقصى اليمين إلى ما يسمى باليسار الصهيوني سيركز بكل قوة على القدس، لهذا ليس عبثا أنه في الميزانية الحالية توجد خطة لبناء 9000 وحدة سكنية في القدس الشرقية، وهذا هو المخطط الأكبر ضد القدس الشرقية بالسنوات الأخيرة، وناهيك عن ما يفعل بالمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وغيرها من الأمور. أي أن بنت يعرف أن تركيزه على القدس الشرقية لا يمكن أن يحل الحكومة الحالية، لهذا هو يعمل بتكتيك من أجل ممارسة أيديولوجيته وبذات الوقت المحافظة على القدس الشرقية على الائتلاف الحاكم. لهذا نحن رأينا بمطلبنا حول إعادة القنصلية هو أمر ملح بهذه المرحلة بالذات ومناهض لعقلية بنت والحكومة الحالية. قلتم أستاذ أيمن بأن هذه الخطوة هي ضرورية ورمزية، ولكن نحن نتحدث بالتبعات لهذه الخطوة الرمزية. هل من تبعات تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني؟ وماذا عن تقويض الثقة إذا لم تقدم على هذه الخطوة ومورست التهديدات من قبل حكومة بنت لابيد عليها تجاه الإدارة الأمريكية؟ يعني نحن نتحدث عن تقويض الثقة تجاه إدارة بايدن. أعتقد أن العلاقة بين بايدن وبين بنت هي علاقة ظل بين الإدارة الأمريكية وإدارة نتنياهو، أي أن اللاعب المركزي هنا ليس بنت، اللاعب المركزي هو نتنياهو.
بالنسبة لبايدن، نتنياهو ليس فقط بأنه تحدى الحزب الديمقراطي وتحدى علاقات تاريخية ربطت بين المؤسسة الإسرائيلية والمؤسسة الأمريكية، الكل يذكر العلاقة الوثيقة بين نتنياهو وبين ترامب، ولكن قبل ذلك تحدي نتنياهو لأوباما من خلال ذهابه إلى الكونغرس والخطاب هناك ضد أوباما وغيرها من الأمور التي لم تكن مسبوقة، أي أنه يوجد أيضا بعد بين العلاقة بين نتنياهو من جهة وبين الحزب الديمقراطي الأمريكي. ناهيك عن موضوع إيران وهو الموضوع عمليا يعني نستطيع أن نقول عنه الأكثر حرارة بالشرق بالعلاقة بين أمريكا وبين الشرق برمته، وبالنسبة للإدارة الأمريكية التخلص من نتنياهو بهذا الملف هو اتجاه أو بالنسبة للشق الديمقراطي على الأقل الذي وقع الاتفاقية مع إيران، نتنياهو كان عقبة بأكثر من مفهوم، لهذا الشخص الأكثر مركزية رغم أنه ليس بالحكم هو نتنياهو، هو الذي يقرر أكثر من غيره حتى هذه اللحظة العلاقة بين أمريكا وبين إسرائيل. أنا أعتقد بأن الموقف الأمريكي بالشقي الجمهوري المعادي جوهرا وعلنية لحقوق الشعب الفلسطيني وبين الموقف الديمقراطي الذي يدفع فقط ضريبة كلامية تجاه قضية الشعب الفلسطيني، يعني عندما يقول بايدن بأنه يهتم بأمرين أمن إسرائيل وحل الدولتين، فالبعد الأول هو بعد جوهري، بينما البعد الثاني هو ضريبة كلامية. لا يوجد أمريكي يسعى يعني رسمي قائد أمريكي رئيس لأمريكا يسعى بشكل حقيقي من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني، بالعكس هي تغطية دائمة لإسرائيل ولاحتلالها. طب ما هي سلم الأولويات؟ يعني تحدثت بالشقين، الموقف الجوهري بالنسبة للمؤسسات العميقة في أمريكا بالدفاع عن إسرائيل، وفي يمكن خلاف بمقاربة الحزب الديمقراطي. يعني حتى اسمح لي في كلام لوزير البناء والإسكان الإسرائيلي حينما يقول بأن الأزمة بين إسرائيل والحزب الديمقراطي هي عملية سنوات طويلة، الوزير زائف ألكن. هنا كيف يمكن الاستفادة من هذا الفراغ الحاصل أو من هذه الثغرة القائمة بين الحزب الديمقراطي والكيان الإسرائيلي؟ أنا مصمم على الرأي بأن أمريكا بجوهرها ما زالت معادية لحقوق الشعب الفلسطيني، وما زالت داعمة لإسرائيل كما هي باحتلالها أيضا. أي كلام آخر هو تعليق على أوهام غير واقعية. بايدن هو صاحب المقولة بأنه يمكنك أن تكون صهيونيا حتى لو لم تكن يهوديا. أنا برأيي هذا الموقف الأيديولوجي ما زال ساريا. لماذا أستاذ أيمن؟ لأنه في يمكن حدثت وقائع تظهر تبدلات معينة وإن كانت محدودة بالداخل الأمريكي. سأعطيك مثلا واضحا، يعني الجدل بعرقلة نواب ديمقراطيين مصادقة الكونغرس على مساعدات أمنية لإسرائيل تتعلق بالقبة الحديدية، فيما بعد ولد أو زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي خلق بشكل آخر أو مشروع قانون آخر لا يحتاج إلى هذا التصويت ويتضمن التمويل للقبة الحديدية. هنا ألا يمكن التواصل مع هؤلاء النواب داخل الكونغرس الأمريكي بشكل أو بآخر للضغط على إدارة بايدن ومن خلفها على حكومة بنت لابيد؟ كل ما قلتيه هي أمور مهمة جدا، وأنا على المستوى الشخصي لدي علاقة مع أعضاء بالكونغرس وبمراكز مهمة في الإدارة الأمريكية، وأتحدث معهم وألتقيهم أيضا عندما يأتون إلى الكنيسة أو عندما أسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه الأمور هي أمور تراكمية مهمة، ولا شك أن هنالك نواحٍ في يسار الحزب الديمقراطي أصبحت تضجر من هذا الوضع وتتذمر بشكل علني وتقول بأن العلاقة بين المؤسسة الأمريكية والإسرائيلية هي علاقة غير منصفة تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه قيم معينة. ولا شك بأن نتنياهو الذي انحاز بالمطلق لصالح الحزب الجمهوري وعاد الحزب الديمقراطي بزعامة أوباما وأيضا بالانتخابات الأخيرة بين بايدن وبين ترامب، كلها أمور مهمة. ولا شك أنه يوجد جيل شاب ناشئ في أمريكا وأيضا يدعم الحزب الديمقراطي الذي يتذمر من هذه الحالة، ونستطيع أن نرى أيضا بساندرز وعنوانا مهما عنوانا أخلاقيا مهما
كل هذه الأمور هي أمور مهمة ومهم المراكمة عليها، هذا جانب مهم. الجانب الآخر، من يعتقد بأن بايدن من النضوج أن يفعل شيئا حاسما، أنا أقول هذا غير واقعي. يعني يجب أن ننظر إلى الموضوع بجهتيه، بالجهة الحقيقية هنالك تطور لافت يجب أن يراكم عليه، أنت محقة بهذا. بنفس الوقت بايدن كشخص هل هو ناضج؟ أمريكا برمتها التي بدأت تنسحب هنا وهناك من أمور بالشرق، وبدأت أولوياتها تجاه الصين وغيرها من القضايا التي تراها من الأولويات، يجب أن نعي تماما بأن الجواب ليس، يعني أمريكا ليست عنوانا على الأقل بهذه المرحلة. وطبعا يعني بنهاية المطاف إذا يوجد شيء يعول عليه، أقول ذلك بالمفهوم العلمي وليس الرومانسي، هو الشعب الفلسطيني ونضال الشعب الفلسطيني كهبة أيار المجيدة، هبة الكرامة قبل عدة أشهر. هذه النضالات وخاصة بالقدس هي التي تحرز الإنجازات العميقة، وهي التي تحرج المجتمع الدولي. التعويل هو في الوطن وعلى أهل الوطن، هذا هو الكلام الواقعي والحقيقي. سأفصل معك أستاذ أيمن هذه النقطة، ولا سيما بعد عدة تحولات في المشهد الفلسطيني، وأيضا خصوصا بالنسبة لانتفاضة وهبة أهالينا في الداخل في 48 بعد سيف القدس، وخصوصا كذلك مع التضامن الذي والحاضنة لأسرى نفق الحرية نفق جلبوع. ولكن سأختم بنقطة أساسية معك بالتواصل مع هذه الجماعات، يعني هل تواصلتم مع أطراف جديدة وليست فقط أمريكية، أتحدث على المسرح والمجتمع الدولي، يعني في حكومات، منظمات، نواب، مشرعين يمكن أن تمارس التأثير والضغط الآن في ظل تغير موازين القوى، في ظل سحب الكثير من الأوراق التي كانت تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وانسحابها الأخير من أفغانستان بتداعياته الواضحة؟ أخت وفاء، نحن باتصال دائم ومنهجي مع أوساط عدة بأمريكية، وأنا أقول لك يعني على مستوى عملنا يأتون للزيارة بشكل دائم ويسمعون منا ونحن نذهب، وأنا واثق أيضا أن القيادة الفلسطينية لديها أيضا مشروع وتساهم بهذا الأمر. أنا أقول ويعني يريد ينظر إلى هذا الكلام من الباب العلمي الواقع وليس أكثر، الناس لا تحترم الشكاء والبكاء، المناضل على ثرى وطنه يفرض المكانة والاحترام لدى كل المجتمع الدولي. انظر إلى قضية شعبنا الفلسطيني، يعني مين اطلع على الفلسطينيين منذ العام 48 حتى العام 65؟ فقط بتأسيس منظمة التحرير والنضال الفلسطيني فرضنا احترامنا على كل العالم. نتحدث عن أمريكا، من احترم قضية السود في أمريكا قبل سنوات الستينيات القرن المنصرم؟ فقط عندما ظهر النضال القوي لمارتن لوثر كينغ وجماعته، لمالكوم إكس وجماعته، بدأ العالم ينظر إلى قضية السود باحترام وتعاطف واستعداد لبذل جهد. لهذا فأنا عندما أركز بكل قوة على أهمية النضال، أهمية النضال على أرض الوطن، وأن هذه هي نقطة أرخميدس اللي منها بتحمي لكل العالم، أنا أقول كلاما واقعيا وليس رومانسيا. البعد الدولي يتأثر بهذا. الآن أنا أردت أن أقول لك الحقيقة بشقين، هنالك تطورات لافتة في أمريكا، هذا صحيح، خاصة لدى الجيل الشاب من حتى خارج الحزب الديمقراطي أو على يسار الحزب الديمقراطي، هذا صحيح. ولكن من يعول على إدارة بايدن بأنها هي تضع القضية الفلسطينية في الأولويات ومعنية حقا بإنهاء الاحتلال، أنا أقول بأن هذا الكلام غير واقعي، وما في إلا غير أن نضع كل الطاقات بأنفسنا بنضالنا، وهذا هو الأمر الأساسي. مراكمة هذه الجهود أستاذ أيمن، خصوصا يعني فلسطينيون أثبتوا بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة نتيجة هذا أو هذه المسيرة النضالية. فشل المحتل أخيرا أستاذ أيمن بقضية أبطال نفق الحرية بإثارة الفتنة تحديدا ما بين فلسطيني 48 وباقي أبناء الشعب الفلسطيني، من الاحتضان الذي يعني جسده أهالينا في 48 في الداخل إلى التظاهر أمام المحكمة وفي رفع للمعنويات العالية لهؤلاء الأسرى. اليوم عند كل محطة كيف أسقط فلسطيني 48 كل مشاريع الأسرلة أو التذويب لهم بهذا الكيان، وكيف يمكن البناء عليها للمرحلة المقبلة؟
انظري أختي الكريمة، من أجل أن نكون أيضا واقعيين ونقرأ الحدث الحالي من خلال قراءة تاريخية. منذ متى لم نكن جزءا من الشعب الفلسطيني ومن قضية الشعب الفلسطيني؟ منذ متى؟ هذا كل الوقت. انظري مثلا إلى الأحداث الكبرى، يوم الأرض سقط 5 شهداء من الفلسطينيين في الجليل والمثلث، وسقط شهيد الذي أتى إلى المثلث من المناطق المحتلة في العام 67. في العام 90 هبت الأقصى، عام 90 سقط أيضا شهيد من قرية طمرة الجليلية. في العام 2000 سقط 12 شهيدا في الجليل والمثلث، وأيضا شهيد الذي من أراضي 67 استشهد في أم الفحم في منطقة المثلث. بالأحداث الأخيرة هبت الكرامة أيار الأخير، استشهد شابان، واحد من أم الفحم محمد كيوان وواحد من اللد موسى حسوني، إلى جانب إخوتهم الشهداء في المناطق المحتلة منذ العام 67. يعني النضال ليس مشتركا ودائما فقط، وإنما دائما هنالك شهداء من شقي الخط الأخضر، شهداء امتزاج الدم الفلسطيني الواحد. ليس فقط خروج إلى الشوارع، خرجنا في صبر وشتيلة، وخرجنا مع مجزرة الحرم الإبراهيمي في العام 94. دائما نحن جزء من الشعب الفلسطيني ومن قضية الشعب الفلسطيني. لهذا مهم جدا التأكيد أننا لسنا أبناء لشعب واحد وحسب، وإنما نحن أبناء لقضية واحدة. ليس فقط من مفهوم التاريخي، ثورة 29، ثورة 36، النكبة الكبرى، ليس فقط، وإنما مآلات الحل الفلسطيني، أي مآلات كانت، ستؤثر على كل أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجدهم. نحن أبناء شعب واحد وأبناء قضية واحدة. والذي احتل والذي ارتكب الجرائم المجازر، الذي يرتكب سياسات التفرقة، هو ذات مرتكب هذه الجرائم. لهذا ما يجمعنا الانتماء الوطني وانتماء القضية بامتياز. لهذا فنحن جزء من هذا الشعب ومن قضيته ومن نضاله، وهكذا سنبقى على العهد. وهذا ما حفر بالوعي في عند كل محطة أستاذ أيمن. ولكن بالنسبة للمخطط الاستراتيجي لإسرائيل، في تحديات أساسية لأهلنا في 48، كيف يمكن تجاوزها الآن، ولا سيما أنه الدعاية أو الماكينة الدعائية الإسرائيلية لا تكف عن بث هذه الفتن؟ هل يمكن الحديث اليوم عن مرحلة جديدة بالنسبة، صحيح أنه في محطات نضالية، في دم يسقط، في شهداء، ولكن اليوم في مقاومة أقوى، في قطع لكل هذه المحاولات لتقسيم الجغرافيا الفلسطينية من الداخل حتى القدس، الضفة، وصولا إلى غزة؟ عن أي موقف بالنسبة لهم يمكن تجاوز هذه التحديات، وما هي طبيعة هذه التحديات؟ أخت وفاء، أحد التحديات المركزية جدا بهذه المرحلة هي الانتصار على عقلية المؤسسة الحاكمة التي لا ترى بنا شعبا صاحب حقوق قومية. انظري مثلا إلى المقال الفارق لجيف جابوتينسكي تحت عنوان الجدار الحديدي. قال: فقط إذا أثبتنا لهم أنهم لن ينجحوا بالانتصار علينا سيتنازلوا عن الحقوق القومية. انظري مثلا إلى وعد بلفور الذي تحدث عن بيت قومي لليهود وحقوق دينية ومدنية للسكان المحليين. اليهود شعب، إحنا سكان، لليهود بيت قومي، لنا حقوق دينية ومدنية. أنا أعتقد أن وللمفارقة أستاذ أيمن، عذرا على المقاطعة، بايدن عندما تحدث من على منبر الجمعية العامة قال الدولة اليهودية، استخدم هذا المصطلح تحديدا. نعم أختي الكريمة، انظري الآن ماذا يحدث لدينا. للأسف الشديد نجحت المؤسسة الحاكمة بأن تقنع مجموعة اسمها اليوم القائمة الموحدة أن القضايا الكبرى حطيهن على جنب، واهتمي بالقضايا الاستهلاكية، ميزانيات هنا، ميزانيات هناك. هذه العقلية، يعني عمليا منذ الجدار الحديدي، منذ جوهر الدي ان اي للفكرة الصهيونية بالتعامل معنا، انه بس لما نتأكد احنا انه ما عدنا نقدر ننتصر فراح نخفض من مطالبنا. هذه هي الرؤية من 100 سنة. للأسف الشديد
تذكرين روابط القرى في الضفة الغربية سنوات في الضفة الغربية سنوات السبعينيات. هذه العقلية اللي بتقول نزلوا راسكم واطلبوا شغلات أقل، بركي بتسلكوا حالكم بتمشوا حالكم. أنا أشير إنه هذا الموضوع هو الخطر الأساسي، يعني أن نكون على كف إيد هذه العقلية العنصرية. نحن لا يمكن أن نصغر أكتافنا، أن نطأطئ هامتنا أمام هذا المخطط. سنتحداه ليس فقط من أجل الموقف والكرامة، والكرامة شيء عظيم ويستحق كل تعدي، ولكن ليس فقط، أيضا من أجل حقوقنا المدنية والاقتصادية. ماذا أقصد بهذا الكلام؟ أقصد أنه لا يمكن أن نحصل على مساواة مدنية تامة واقتصادية تامة دون المساواة القومية التامة. هذا هو الموقف الجوهري. يعني أنا بدي أعطيك مثال هيك سريع. في حركة لليهود الشرقيين اسمها حركة شاس. هذول يهود وإحنا عرب. هذول الجماعة وصلوا لوزارة مثل وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة العمل والرفاه. هذول الجماعة مستعدين يمشوا مع الحكومة يصوتوا مع قانون القومية ومع قانون كامنتس هادم البيوت، ومستعدين يدعموا كل حرب على غزة. بعد 37 سنة من وجوده بالائتلاف الحاكم منذ العام 1984، بعد 37 سنة ما زال وضعهم الاقتصادي أقرب للمواطنين العرب. هذه تجربة مهمة تقول إنه مش بس، يعني مش إذا تذللت إذا تذيلت أنت ممكن تحصل، بالعكس أنت بقامتك بانتمائك بوحدتك الوطنية بصوتك الديمقراطي الصميمي بالصوت الأخلاقي بالنضال، شحطة تحت كلمة النضال، تحرز عمليا الانجازات الاستراتيجيه. احنا يا عمي لا يعني مجرد ناس مارين عابرين، نحن اهل الوطن، ليس فقط بالمفهوم التاريخي وانما مفهوم مستقبل اولادنا واحفادنا. نريد ان نؤسس المواطنه على الحقوق القوميه والمدنيه وليس على عقلية. وهذا ما ثبت لسيما بالمعركة الأخيرة أستاذ أيمن، من سيف القدس وصولا إلى معركة نفق الحرية وأبطال نفق الحرية، في أجيال تتوارث هذه الهوية وهذا الانتماء إلى هذا الوطن وإلى القضية الفلسطينية. لكن اسمح لي، بظل التحديات التي يخوضها أهالينا وكل أبناء الشعب الفلسطيني، في اتفاقيات مضى عام عليها، اتفاقيات أبراهام التطبيعية، وذكرت قبل قليل يعني ما يسمى بالنسبة لحكومة بنت لابيد السلام الاقتصادي. نحن اليوم أي انعكاس لهذه الاتفاقيات على القضية الفلسطينية بتأثير مباشر عليها؟ وهل يمكن القول بأن التوقعات بالنسبة للإسرائيليين كانت أكثر بكثير من النتائج الحقيقية والواقعية التي حصدتها؟ أريد أن أقول لك مثلا فلسطينيا شعبيا بيقول يا ماخد القرد على ماله، بيروح المال وبيضل القرد على حاله. هذه هي عقلية اللي بتعامل مع السلام الاقتصادي. يعني هنالك من أراد عمليا أنه يروح مع نتنياهو من أجل أن ينتصر على إيران. هاي نتنياهو روح باي باي، وهاي ترامب روح باي باي. ونفس الناس اللي عندنا بهذه العقلية، هذه هي النتيجة ستكون. هذه هي النتيجة. لا يوجد طريق غير أنك تأكد على حقوقك وأن تناضل من أجل هذه الحقوق. فعمليا للأسف الشديد يعني قاموا بعملية التطبيع، هذه هي إدارة ظاهر للقضية الأساس بأل التعريف المفخم وهي القضية الفلسطينية. لا يمكن سلام عادل دون إنهائها بحل عادل وفي صلبه إنهاء الاحتلال. للأسف الشديد راحوا وراء ترامب وورا نتنياهو من أجل عقلية اقتصادية وإيران ومش إيران. هذلاك روحوا وضلن باتفاقيات التطبيع البائسة. هذا النهج لا يمكن أن سلام حقيقي. طيب كيف نفهم أستاذ أيمن، لأنه تعقيبا على هذه الاتفاقيات كان ملفتا من قاله الناطق الرسمي كذلك باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، بأنه هذه الاتفاقيات هي ليست بديلا لسلام فلسطيني إسرائيلي. كيف يمكن البناء على ما قالوه الأمريكيين؟ أو هل هي كما قلت ضغط كلامي فقط للتعبير بالنسبة للحزب الديمقراطي وإدارة بايدن دون أن نلمس خطوات واقعية قد تتخذها؟ أنا يهمني جدا أن أبث التفاؤل والأمل، ولكن الواقعيين وليس الوهميين. اللي بتصور أن حكومة بايدن، اللي هذا الكلام اللي حكاه صحيح،
انه ما حصل مع الامارات ومع البحرين لن يكون بديلا للسلام الحقيقي، هذا كلام سليم، مهم هذا الكلام، ولكن اللي مفكر انه اداره بايدن راح تعمل ضغوط ويعني تعمل خطوات غير تقليديه من اجل انهاء الاحتلال، انا اقول انه هذا الامر مش راح يحصل. احنا بتجربنا الفلسطينيه في شاعر وطني وجميل اسمه نوح ابراهيم بثوره 36 كان يقول دبرها يا مستر ديل بركة عايدك بتحل، يعني هذا كلام من مكان رومانسي وطني ولكنه غير واقعي، غير واقعي. مشكلتنا مع مستر ديل وليس عند مستر ديل، مشكلتنا مع الإدارة الأمريكية وليس عند الإدارة الأمريكية. أنا أريد أن أقول هذا الكلام الواقع الحقيقي، مش من أجل التيئيس وإنما من أجل انه الاستنهاض حقيقي يعتمد على سواعد شعبنا، على نضال شعبنا، فقط نضال. الهبة الأخيرة شهدت التضامن الدولي تقريبا غير المسبوق، على فكرة على المستوى الشعبي الأمريكي كان غير مسبوق، يعني أنا لما شفت الآلاف عند تمثال لينكولن في واشنطن وين كانت مسيرة مارتن لوثر كينج المسيرة العظيمة، لما شفت هذا الحضور الشعبي الكبير بأمريكا قلت هبة الكرامة في أيار حققت. موضوع القنصلية ممكن أن يحدث، ممكن أن يحدث، ممكن أن يتم خلال فترة وجيزة، ولازم نضغط، يعني هذا أمر واقع ممكن أن يحدث، ولكن اللي متوقع تغيير جذري عميق في ظل هذه الإدارة، التغيير الجذري يكون فقط بنضال أبناء شعبنا الفلسطيني، فقط لا غير. شكرا جزيلا لك أستاذ أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة، كنت ضيفنا في فقرة فلسطين قضيتي. قرية البروي قضاء عكا. كانت القرية تقوم على تلة صخرية تتدرج في اتجاه سهل عكا، منازلها مبنية بالحجارات والطين ومسقوفة بالخشب والطين. كان في البروي مسجد وكنيسة، هي القرية التي ولد فيها محمود درويش. القوات الإسرائيلية احتلت البروي والمواقع المشرفة على القرية عام 1948، واستمرت المعارك في هذه المنطقة على الرغم من إعلان الهدنة. البروي قرية فلسطينية سنرجع إليها. نلتقي بعد الفاصل مشاهدينا الكرام وعلى طريق القدس. من جديد أهلا بكم، ونستأنف مع فقرتنا على طريق القدس. ملفنا لهذه الحلقة أبطال نفق الحرية في عيون ذويهم. ملفنا نناقشه مع ضيوفنا يحيى الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي، وسيكون معنا مداخلات عبر الهاتف من السيد محمد العارضة شقيق الأسير محمود العارضة، فؤاد كممجي والد الأسير أيهم كممجي، وجعفر الغوادرة ابن عم الأسير يعقوب الغوادرة. أبدأ معك سيد يحيى، أهلا بكم في برنامج حتى القدس على شاشة الميادين. أولا سؤالي من شقين، كيف تلقيتم خبر انتزاع حرية الأسير زكريا حريته من ثم إعادة الاعتقال؟ وأيضا أود أن أنوه بأنت كنت معتقل سابق بسجن جلبوع الإسرائيلي، وماذا وصلكم من معلومات عن معطيات الوضع الصحي والواقع الصحي للأسير زكريا؟ يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أول ما تلقينا خبر تحرر الأبطال الستة طبعا كانت فرحة ممزوجة بخوف، لأنه احنا عايشين دولة تحت احتلال، بتعرفوا كيف، وهم طلعوا من السجن الكبير، من السجن الصغير للسجن الكبير، فكانت فرحة ممزوجة عندنا بشوية خوف، لأنه عارفين المصير إما إعادة اعتقال أو استشهاد، هذا واقعنا الفلسطيني. فإحنا طبعا طبيعتنا كبشر
حبينا أنهم يكونوا عندنا وبيننا وبين أولادهم وبين أهلهم وناسهم. فكانت الفرحة عارم كبيرة، وبنفس الوقت فيها غصة خوف. خبر اعتقالهم لما تم يعني اعتقالهم، طبعا يعني صارت كل الدنيا سودة بوجهنا، لأن حبينا نشوفهم بناتنا، حبينا نحضنهم، حبينا لأنهم هم بالأساس طلاب حرية، هم بقاتلوا قاتلوا خارج السجون من أجل حرية شعبهم، وهم داخل السجون قاتلوا من أجل حريتهم. فكانت غصة كبيرة نقدرش نخفيها، يعني غصة كبيرة بالقلب، لكن إحنا أملنا بربنا كبير، أملنا بأحرار العالم وأحرار شعبنا، إنها ما هي طويلة وراح يكونوا بناتنا عن قريب إن شاء الله. ولكن بشكل سريع يحيى، هل وصلتكم معطيات بالواقع الصحي للأسير زكريا؟ حتى اللحظة هاي يعني بس اللي حكى لنا إياه المحامي إنه وضعه الصحي بعده صعب، هو بالتحقيق، يعني التحقيق طبعا كما تعلمون مش نزهة، أكيد. يعني هو بالتحقيق عنده الكسر بالوجنة الوجه وكسرين بالأضلاع، يعني هذا الوضع الصحي عندنا، يعني الحمد لله رب العالمين. أستاذ فؤاد كممجي والد الأسير أيهم كممجي، مساء الخير وأهلا بكم. أيهم هاتفكم قبل اعتقاله، نريد أن نسمع منك بالتفصيل ما الذي دار بينكما، عن أي مسؤولية تحدث أيهم بعدم أن يحدث أي خطر لأهالي البيت الذي تواجد فيه وأهالي الحي الذي تواجد فيه في جنين. حياكم الله أختي، يعني في تمام الساعة الثانية إلا ربع من الليلة اللي أعيد اعتقال ولدي أيهم فيها، وصلنا اتصال من رقم غير مسجل عندي، يعني فرديت على التلفون وإلا بأيهم بكل مرحبا يابا، أنا اتحاصرت وبدي أسلم حالي حرصا على حياة الناس اللي أنا موجود في بيتهم والحارة اللي أنا متواجد فيها. حكيت له ليش وين أنت يابا؟ قال لي أنا في جنين في الحارة الشرقية، وقطع الاتصال. يعني عبارة عن ثواني معدودة عيشتنا في أجواء غير الأجواء اللي كنا عايشينها. أنا كنت شبه مطمئن على طول المدة اللي أيهم عاش حريته فيها، فكنت شبه مطمئن أنه وصل لمكان أكثر أمان يعني من جنين ومن بلده. سأنتقل إلى محمود العارضة، أو محمد عفوا، شقيق الأسير محمود العارضة. إذن بالأجواء نفسها يمكن الحديث تحديدا محمد. نحن أيضا محمود يعني كان في أمل كبير بالنسبة لكم في رسالة أيضا كتبها الأسير محمود العارضة، رسالة إلى والدتك عبر المحامي هيئة الأسرى رسلان محاجنة. أخبرنا بداية عن ردة فعل العائلة وردت فعل والدتك بشكل أساسي. كان في هدية العسل لم يصل إلى الوالدة يا محمد. أول شيء مساء الخير لكم ولا قناة الميادين الحرة. مساء النور. طبعا تلقينا نبأ هروب الشعب من مصر ببالغ الحب والسعادة والفرح، عمت أجواء بلدة عرابي والضفة الغربية. طبعا محمود كان أمله في يوم من الأيام أنه يجي يسلم على الوالدة، في رسالة اللي بعثها كان أمله أنه يشوف الوالدة قبل ما الله يأخذ ودعته، لكن الحمد لله الله قدر وشاء وحصل اللي حصل. محمود طبعا كان حامل في إيده مرطبان عسل، وكان يعني أمله أنه يوصل يسلم على الوالدة، لكن للأسف الشديد حصل. والحمد لله انه الشباب ما صار لهم شيء، وطبعا همتنا عليه. طبعا كلنا في البيت فرحانين مبسوطين، حتى اثناء اعتقالهم بعد اعتقالهم فرحتنا زادت بزياده. أيضا ينضم إلينا الآن السيد جعفر القادري ابن عم يعقوب القادري. بداية يمكن المشاعر اختلطت بما حققه تحديدا يعقوب القادري، وبماذا يتميز الأسير القادري؟
هؤلاء الستة الذين خرجوا من هذا النفق وكأن رجالا خرجوا وكأن الأرض أنبتت رجالا بدلا من أن تنبت أشجارا وأشتالا، خرجوا باحثين عن الحرية وباعثين رسائل للجميع أنه ليس هناك عوائق أمام البحث الإنسان عن حريته. ما فيش عائق عندما يريد الإنسان أن يبحث عن حريته وكرامته، لا يوجد عوائق. فهؤلاء الذين خرجوا هم شأن أي إنسان سواء داخل السجن سواء في فلسطين أو خارج فلسطين يبحث عن حريته. طيب سيد جعفر، ممكن أن تعطينا ميزة أساسية للأسير يعقوب، وهو الذي قال يمكن أجمل 5 أيام أو 4 أيام قضاها في فضاء فلسطين الطلق، في إصرار لديه، يقول مرات ومرات سأعيد الكرة. عن أي مميزات يمكن نتحدث عن الأسير يعقوب الغواتري؟ هو يتميز بقوة الشخصية، بالإصرار، وأيضا عندما الميزة هذه التي تفضلت بها، بما أنه نحن أصلا كقرية بير الباشا وعشيرة الغوادرة من بلد المنسي، الميزة التي دخل فيها عندما ذهب وإلى قرية المنسي وأكل من ثمارها وأكل من برتقالها، بعث رسالة للجميع أن نظرية بن غوريون عندما كان يقول الكبار يموتون والصغار ينسون، فهذه النظرية تحطمت كما تحطمت نظرية المنظومة الأمنية الجبارة. أعود إليك أستاذ فؤاد كممجي والد الأسير أيهم، كان في أمنية أساسية لأيهم بأن يزور قبر والدته، ما الذي كانت تعنيه له الوالدة تحديدا بأن يكون المطلب الأساسي زيارة قبرها؟ وكذلك أريد أن أفهم منكم لماذا قلتم بأنكم تعولون الآن يمكن بشكل أساسي لتحرير أيهم على المقاومة على هذه البيئة، على من تعول أسرة أيهم كممجي لانتزاع الحرية مرة جديدة له ولرفقائه الستة أو الخمسة في هذه العملية؟ في البداية بالنسبة لأمه الله يرحمها، توفت أمه في سنة 2019 وكان هو وشقيقه عهد داخل السجن. طبعا كانت سبب الوفاة في البداية في بداية رحلة أيهم مع الاحتلال أصيبت في مرض السكر المفاجئ وحرمت في سنة 18 بداية 18 نهاية 18 من زيارة ابنها، حرمت لثلاث سنين هي وولاد 2 إلها، وعلى أثر الحرمان زيارة ابنها اللي بيقبع داخل السجون يعني أصيبت في جلطة على الرئة ما أمهلتها كثير وتوفت. ما قدروا يودعوها ولا قدروا يشوفوها، حتى من الأحداث المؤلمة جدا جدا وإحنا ننتظر في الصلاة عليها، اتصل أيهم وأخوه فينا في أخوه وقال له حط سماعة التلفون على دان أمي، طبعا وهي بالنعش وما بعرف شو اللي حكاها مع أمه. طبعا هاي لحظات كانت مؤلمة جدا جدا، بني آدم يحرم حتى من وداع أمه وهي ميتة. صحيح. طبعا بخلق غل وبخلق حقد وما الأمر بيكون طبيعي عند بني آدم ينحرم حتى من رؤية وجه أمه وتوديعها في آخر وداع. والدليل يعني أنه قال لضابط الاحتلال يا سيد فؤاد الذي اعتقل كممجي، قال له أنت بطل وابن بطل وأنت شجاع ابن شجاع واللي عملته فينا مش قليل، رد عليه الأسير كممجي هذه شهادة من عدو ولا أفتخر بها. يعني هذه الإرادة الصلبة بوجه من اعتقله حتى في اللحظات الأخيرة. سوف أعود إليك يحيى تحديدا، يعني ماذا تعني جنين للأسير زكريا يحيى؟ زكريا الشاب المحب للحياة كما تقول العائلة، المقاوم، والطفولة التي عاشها تحديدا زكريا رغم المحطات القاسية، ونحن نتحدث بعام 2002 باستشهاد الوالدة، استشهاد أيضا شقيقكم في الفترة أو ببعدها بفترة، وعاد إلى العمل المسلح زكريا نتيجة كذلك استشهاد صديقه. عن أي طفولة نتحدث للأسير زكريا، وماذا تعني له جنين؟
يعني بالبداية مش جنين، كل فلسطين احنا بنشبه زكريا يعني بفلسطين، لو حاول تتآكل ويقسموا فيها تبقى فلسطين وزكريا يبقى زكريا. زكريا طبعا عاش طفولته يعني الكل بجوز صار يعلم فيها، من عمر 13 سنة تصاوب بجره، صار عنده نقص بجري، عمر 16 انحبس، مجموع حبساته للانتفاضة الأولى حوالي 7.5 سنين، 8. بداية الانتفاضة الثانية زكريا كان من أول مشاركين فيها. زكريا انهدم بيته 3 مرات بال88، 2002، 2004. استشهدت أم العبد الزبيدي ب4/3/2002، واستشهد أخونا طه 8/4 باجتياح جنين بال2002 8/4. طبعا زكريا خلال فترة مطاردته يعني الحضن الدافي دايما بيكون الواحد بين أهله وناسه بالناس اللي بيعرفهم، فهي اللي ميزت جنين. جنين يعني محافظة جنين تحديدا احنا تعودنا، ليش كثير بسمعها انه ليش محافظة جنين يعني دايما السباكة، محافظة جنين دايما بتقول لا، لا للاحتلال، مدينة نعم الاشتباك توصف، كانت عش الدبابير يعني بالانتفاضة الثانية بالنسبة لقوات الاحتلال. صحيح، لأن دايما بتقول لا، حس احنا بنعرف قوتنا مش قد القوة، يعني احنا البارودي مش قد الدبابة، لكن بنوقف وبنقول لا. يعني اللي بديج عبيتنا أضعف الإيمان إن نقول له لا، وهذا هم طبيعة يعني أهل جنين، إن دايما بنقول لا، لا للاحتلال، نعم لحريتنا. يعني زكريا والشباب اللي معاه لما طلعوا من يعني من النفق أحيوا أمي، ما كانتش الفرحة اللي بقول لي كانت الفرحة بس لأهلهم، بكون غلطان، لكل أحرار العالم وكل واحد كل بني آدم بطالب بالحرية كانت فرحة. يعني إنه صعب إحنا نوصف الفرحة هاي حتى بعد إعادة اعتقالهم. صحيح، سجلوا النصر وكسروا المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وإنها هي فعلاً أوهن البيت العنكبوت. محمود العارضة سيد محمد قال لأهل الناصرة كنتم أحب الناس ما خنتم العهد، ما هي رسالتكم لأهالينا في الداخل، لأهالي الناصرة الذين احتضنوا أبناء 48 بما قدموه من انتماء ويمكن دعم واضح وتضامن مع أسرى نفق جلبوح؟ طبعا محمود وجه رسالة والكل قرأها. طبعا محمود وجه رسالة لأخوتنا في 48، طبعا ما حتى ما يقولهم أي بين من محمود أو أي مسائل قانونية من قبل الاحتلال. محمود قائد عام، محمود عقله عقل مدبر. محمود لما كتب الرسالة وجهها لأخوانه في 48، وكان الغلطة في يعقوب إنه كان في بعرف اثنين واللي فسدوا عنهم. طبعا محمود نفى هذا الإشي حرصا على إخواننا في الفلسطينية 48. طبعا محمود لما حكى هذه الكلمة طمن إخواننا 48. طبعا إخواننا بال 48 هم مناضلين أشاوس جميعهم، لن يفصل أحد بينهم، كلهم إخوان وأهلنا. ومحمود ما طلب من أي إنسان أي مساعدة، حتى في له كلمات في الرسالة إنه أكل من الكمامي. طبعا تنويه، محمود حضر إلى بيت المحامي محمود، وكان محمود يتكلم معاه، كان يتكلم معاه في على التلفون، وسمعنا مكالمة محمود. طمنا على وضعه الصحي. طبعا محمود لم يتعرض لأي تعذيب إلا العزل الانفرادي. طبعا نوه لإخوتنا في 48 ونوه لقضية الأسرى. طبعا محمود هروبه من السجن أو من نفق الحرية، خروجه من نفق الحرية كان لتوصيل رسالة للأسرى طبعا الموجودين والأسيرات، يطالب بحريتهم. محمود ما طلب الحرية لنفسه، ما خرج محمود من نفسه من من صحيح. من النفق حتى إنه يعمل حرية لنفسه أو لأصحاب السجن، لكن كان هدف محمود هي إخراج جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية بمن بهم البنات الموجودات الفتيات الموجودات في الاعتقال. محمود عملاق، محمود رجل عقلي لا عقل لا يوصف. محمود
يعني لا أقدر على وصف محمود بشجاعة محمود بمحمود. يعني ما خطوه بهذه العملية الإبداعية تعجز كل الكلمات عن التعبير عن قدرة هؤلاء يعني وعن إبداع هؤلاء الأبطال. أختم معك يحيى برسالة أخيرة، ما هو المطلوب لمساندة كل الحركة الأسيرة وسيما اليوم أبطال نفق الحرية، وفي الحديث عن أي صفقة تبادل سوف تكون في لائحة الأسماء أولى الأسماء هؤلاء الأبطال الستة؟ طبعا رسالة يعني سواء رسالتنا أو رسالة الأسرى جميعا العمل على إطلاق سراحهم. هسا كل مؤسسة، كل إنسان، كل شخص بيقدر يساعد بالجزء اللي بيقدر عليه. بنبلش من عند الدعاء لعند أسر جنود صهاينة وتحرير الأسرة. يعني هاي رسالة كل أسير، وإحنا 17 سنة وإحنا على أمل إنها بكرة بدنا نروح، لكن الحمد لله رب العالمين يعني إن شاء الله بنشوفهم بناتنا بالقريب العاجل. إن شاء الله بيكون اللقاء على طريق القدس مع أبطال نفق جلبوع وأبطال نفق الحرية الستة. شكرا جزيلا لكم. والآن إلى فلسطين هويتي. كوشان بلدي، مبادرة توثيق الأوراق الثبوتية لحق الفلسطينيين في أراضيهم، وهي تدعو إلى التشبث بحق العودة ومقاضاة إسرائيل دوليا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي للزميل أحمد غانم من قطاع غزة. احنا كل اللي بنعمله في حي الشيخ جراح والقدس هو عملية قانون. إحنا إنا أراضي وإنا جواشين وإحنا بنطلع الناس المتعدين على الأرض. هذه الكلمة يا عم أبو صلاح إحنا التقطناها فريق، سمينا على نفسنا قشان بلدي عشان قشانك هذا أو قشان بلدي مرتبط في كلمة تركية كانت أقدم من الإسرائيليين بسنوات طوال على أرض فلسطين. تمام، وهذه استصدرتوها هالجواشين منهم. يجب أن نحاجج الاحتلال بلغته والمجتمع الدولي بما يفهم. فوجدنا أن الشعب الفلسطيني عنده مقتنيات وعنده جواشين تفوق عمر الاحتلال ب300 عام. هاي كانت نقطة البدء أنه إحنا نعتمد على جانب اللي هو المحاججة وخلق اختراق نوعي يضاف إلى تاريخ النضال الشعب الفلسطيني عبر مراحل قهره واحتلاله. وإحنا اليوم سعداء في أنه إحنا بنروح على بيوت الناس الكبار، بنجدهم الأحياء منهم بيقولوا هاي جواشيننا واللي أخذوا عن أهليهم زي حضرتك. هذا قد يضع عمرك أنت 80، يبقى هذا عمره 200 سنة. صحيح. اهتدينا أنه إحنا لازم نقتسم العمل على جانبين، عمل معنوي وعمل قضائي. ارتئينا في العمل المعنوي، كيف نبحث مع المؤسسات ومع كبار السن ومع العائلات ودواوينهم انه كيف نظهر هذه الوثيقة وكيف نورثها للأجيال الجديدة وكيف يمكن لهم ان يتعاونوا معنا في الشق القانوني. استبشرنا خيرا اثناء المبادرة بانه محامي فلسطيني كسب على الاحتلال قضية استرجع فيها 100 دولم لمواطن في جنوب بيت لحم. اليوم احنا بنقول للإسرائيلي من خلالكم وبصوتكم انه هاي الجواشين سنرد عليكم في المحاكم تبعتكم في المحاكم الدوليه. ما رجعناش احنا الكبار، برجع اولادنا الصغار، برجع اولادنا اولاد اولادنا اخواتنا وخواتنا، برجع على اراضيهم على الورقه هذه. حتى الحريه ضياء الاغا. الاسير ضياء الاغا. ولد الأسير ضياء الآغا في مدينة خان يونس عام 1975، حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الأقصى، التحق بصفوف قوات العاصفة التابعة لحركة فتح وانخرط في العمل العسكري السري مع نخبة من الفدائيين.
نفذ أول عملية فدائية عام 1992 داخل مستوطنة غوش قطيف، أدت إلى مقتل أحد كبار ضباط الموساد وخبير في المجالات الإلكترونية، وكانت أقوى ضربة توجه إلى الموساد الإسرائيلي آنذاك. واعتقل على إثرها وتعرض لأبشع أنواع التعذيب أثناء التحقيق للانتقام منه، صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة. عزل أكثر من مرة ووضع في زنازين منفردة خوفا من التأثير على الأسرى وحثهم على استمرار النضال. لم تمنعه ظروف السجن وسطوة السجان من ممارسة عمله النضالي من داخل السجن، فحوله إلى مدرسة تخرج المناضلين. الحرية للأسير، ضياء الآغا. يا أهل الشمال والناصرة، أنتم أحب الناس وما خنتم العهد، وسمعنا أصداء حناجركم التي اشرأبت لها الأعناق فنسينا القيود والسجان، وأصوات حناجركم وصلت بنا إلى قمة السماء، فالتحية والمجد لكم، وأنتم أهل الأرض من مسيحيين ومسلمين ومن كل الطوائف. الأسير محمود العارضة، في أمان الله.